البحرية الأمريكية لا تتوقف عن الحديث عن الصعوبات التي تواجهها في البحر الأحمر، خصوصاً في ظل أزمات نفسية يعيشها البحارة أمام القدرات اليمنية التي وصفتها بالمثيرة للإعجاب والمتطورة. موقع قناة العربية باللغة الإنجليزية أعد تقارير حول وضع البحرية الأمريكية من على متن حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور، وفي مقابلة مع قبطان حاملة الطائرات كريستوفر هيل، كشف الأخير وجود متخصصين في مجال الصحة العقلية على متن آيزنهاور، حيث يعملون على رفع معنويات البحارة في ظل التحدي الذي تفرضه العمليات العسكرية اليمنية في البحر. عندما تضعف المعنويات ننتقل إلى تدابير أكثر مرونة، حيث لدينا مجموعة هامة من المتخصصين في الصحة العقلية على متن سفينة، طبيب نفساني والعديد من الأطباء ورجال الدين وأخصائي الصحة السلوكية المجندين المدربين على معالجة الأشخاص الذين هم في مراحل تجربة أولية مع مشكلة عقلية. وكان البنتاغون أعلن الأسبوع الماضي مقتل بحار في البحر الأحمر في حادث وصفه بغير القتالي، فيما قالت مصادر مطلعة على الحادث إن البحار مات منتحرا. ونقل تقرير العربية عن مسؤول أمريكي قوله إن وجود عدد أقل من السفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر يمكن أن يمثل أهدافاً أقل للهجمات من اليمن، في إشارة إلى أن واشنطن تفكر بتقليص عدد قطاعها البحرية بهدف تقليل المخاطر، ما يثبت من جديد أن الولايات المتحدة خسرت المعركة البحرية. وفي هذا السياق أكد قائد أسراب الطائرات الحربية لحاملة الطائرات آيزنهاور مارفين سكوت أن اليمنيين حققوا تقدماً تكنولوجياً كبيراً ويشنون هجمات مثيرة للإعجاب، واصفاً القدرات اليمنية بالتهديد الأول في المنطقة. لقد حققوا الكثير من التقدم التكنولوجي في صواريخهم البالستية المضادة للسفن، لذلك فهم على الأرجح التهديد رقم واحد هنا. بالإضافة إلى ذلك فقد قاموا بهجمات مثيرة للإعجاب بأسراب من المسيرات الهجومية في اتجاه واحد. فالقدرات اليمنية تؤرق الأمريكيين الذين يعترفون مسؤولاً بعد آخر بعجزهم أمام الضربات والمفاجآت والمعادلات التي بات اليمن يفرضها.